اهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. اليوم حنا كنتوالدوا باحد ارقى الاحياء بمدينه الدار البيضاء. تصادفنا مع واحد الحاله وهم انتما تبعوا معايا. كي كتشوفوا الماء هنايا كاين بزاف المصدر ديالو هنايا، والناس كيقولوا على انه ساعات وهو في هذه الحاله. الماء ما عرفتيش تصوروا شحال غطى الشارع كامل. ما عرفوش كيفاش وقع هذا الشيء او شكون حلو، مازال ما عرفوش شو السبب اللي خلاه يتفرقع ويتحل بحال هكا. هما كيخرج الماء بزاف. الماء غادي السريع كامل. شوف هنايا ما عرفتش ما كاينش الضوء، ما عرفتش واش غادي يبان لكم ولا لا. نحاول نديرو الفلاش هكا يبان لكم. باش يبان الماء غادي وصل حتى الراس ديال الشارع الاخر. عصام يلا
تلاخفوا. صعيب يتشد صعيب. لا حاول تسدو عصام، حاول تسدو. راح تسد منه. صعيب يتشد لانه فريمون عندو شي كلامونات. كاين شي سيروس منه الوغ ما يقدرش تشدو بيدك. صعيب انك تشدو بيدك. حاولنا ولكن ما تقدرش تشدو بيدك. كي كتشوفو كنحاول نقرب لكم. هنا كاين واحد مات. صعيب. صعيب لانه هنايا راه كاين ما عرفتش كيفاش تحل، ولكن راه فريمون صعيب حيت بحال مثلا هاد الزيه هادي كاين فيه واحد الكلامونيط هو اللي كيحلو هنايا، شتي يعني صعيب تسدو. راه صعيب يتسد ماشي ما بغيناش نسدو، صعيب يتسد. هاد السيف عصام شو شويه بسرعة. سرع زرقطوني على مستوى سرع زرقطوني قريب من الهاروشي ديال الأطفال. ملتشفى الهاروشي قريب من الهاروشي. اخوان حاولنا نحسدو لانه عنده واحد تكنيك خاصه باش تسدو، ما يمكن لك تسدو بوحديتك. حاولنا ندقوا على الناس اللي حدانا باش تعطيونا السيروس. انا تنقرا لي كومونتير ديالكم. نسيت على انه حنا راه في حاله ديال الطوارئ، فراه ما كاين حتى شي واحد. حنا نحاولوا نقلبوا على شي حد هنايا اللي يشرح لينا في الواقع. الله عسى نلقاو نفهموا غير كيفاش تحل. هو معنا الناس باش نقدروا نلونسيو لانه فريمون الماتش تاع بزاف. خليك نسولك عافاك نلقاو ما شافت الامانه. رجع اخويا عافاك شرح لينا من امتى وهذا هنايا. انا حاولت نسدو بوحدي ما هبطت اخويا هبطت عليك ميكارو وطلع وانا بالي بحال هكا ما فهمتش دابا ما عرفتش يتحسب علينا ولا لا. ما عرفتش دابا كدوش في الدمير ولا ما عرفتش حنا محسوبين واخا يعني. هو شحال هو دابا حيت حنا دابا واقفين ما عرفتش شحال وانا داير اللايف. خاص دابا واحد دابا تبارك الدار ما سمعتهاش قد دابا كتصب الشق. شويه من هبط بان لي هاد اللعيبات انا قريبا واش يقدر يكون شي واحد حلو بوحدو بان لينا هاد اللعيبه ديال ما عرفت عاوتاني حيت هادشي صعيب يتحل. عندي شي فكره على هادشي. واخا شكرا يا سيدي. شكرا هم الاخوان اسمحوا لي غادي نقطع اللايف دابا غادي نحاولوا نلقاو شي حل باش نحبسوا هذا المال اللي كيمشي بهذا الطريق. شكرا الناس اللي تبعوا معنا اللايف نحاولوا نلقاو شي حل ان شاء الله.